بسم الله الرحمن الرحيم. في موضوع الرؤية الفنية للواقع الاجتماعي كما قدمه نجيب محفوظ أو كما قدمها نجيب محفوظ في رواياته الواقعية السبع، رصدت ثلاثة ملامح. الملمح الأول الانتماء السياسي والمذهبي، وتحدثت عنه تفصيلا. الملمح الثاني الانحراف الأخلاقي وما يتبعه من السقوط الجنسي والشذوذ الجنسي، وتحدثت عنه كذلك. وكنت بصدد الملمح الثالث وهو ازدواجية السلوك، وشرحت معنى ازدواجية السلوك التي نلحظها في عدد من شخصيات تلك الروايات، وذكرت نماذج لذلك، ومنها في رواية القاهرة الجديدة شخصية عبد العزيز بك راضي الذي قدمه نجيب محفوظ باعتباره أحد المتنفذين أو أحد الذين يشغلون مكانا مهما في وزارة الداخلية آنذاك. وهذا الرجل كان يساعد بعض طلاب الحاجات أو الذين يرغبون في الاشتغال لكي يتقاضوا راتبا يستعينون به على الحياة، وهو لهذا قصده سالم الإخشيدي الوسيط الذي توسط لمحجوب عبد الدايم ابن بلدياته، وطلب منه عبد العزيز بك راضي أو أخبر سالم الإخشيدي محجوب عبد الدايم بأن هذا الشخص يتقاضى مقابلا لعله أقل من ناحية الكم أقل من غيره كثيرا، وكان هذا المبلغ الذي يتقاضاه يساوي نصف راتبه لمدة عامين بعد الالتحاق بالعمل. ثم أخبر محجوب عبد الدايم بأنه مع هذا لا يمكن أن نتقابل معه إلا بعد شهر ونصف عندما يعود من أداء الحج. والازدواجية هنا تتمثل في أن عبد العزيز بك راضي يحرص على أداء الفرائض الدينية ومنها فريضة الحج، والفرائض عموما بما فيها الحج هي تطهر الإنسان أو ينبغي أن تكون تطهيرا للسلوك والأخلاق وعاملا على النقاء وعلى الالتزام بما هو مباح ودون التجاوز إلى ما هو محرم ومحظور. لكن شخصية الرجل تجمع بين النقيضين، وهذا ما أسميه ازدواجية السلوك. فهو لا حرجا في أن يأخذ من الناس أموالا لا تحل له مقابل توظيفهم أو إلحاقهم بأعمال تدر عليهم راتبا يتعيشون منه، والعمل الآخر وهو أداء الفريضة الدينية. في هذه الرواية نفسها نجد نموذجا آخر، يتمثل هذا النموذج فيما نراه عند من سماها الكاتب أو من يقدمها الراوي باسم إكرام نيروز. إكرام نيروز أنشأت جمعية للضريرات، وهذه الجمعية في ظاهرها جمعية خيرية، فهي صاحبتها والمشرفة عليها.
تدعو إلى حفل خيري باسم أو تحت شعار أو اسم مساعدة الضريرات، لكن هذا الحفل يتمخض في الواقع عن حفل ماجن داعر، فيه رقص وفيه اختلاط الرجال بالنساء وفيه تتعاطى كؤوس الخمر وما إلى ذلك مما هو محظور شرعا. ومسألة التفكير في مساعدة الضريرات ده يكاد يكون غائبا أو معدوما، والكاتب يجسد هذه المفارقة ما بين الواقع الفعلي وما يجري الإعلان عنه، يجسد هذا في مخطط المقال الذي حاول محبوب عبد الدايم أن يكتبه، إذ نصحه سالم الإخشيدي بأن ينتهز هذه الفرصة ويكتب مقالا يمتدح فيه مسلك السيدة إكرام نيروز ويشيد به، لأنها سيدة يمكنها أن تتوسط له أو أن تلحقه أو أن تساعده في العمل الذي يسعى إليه، فلها مكانة ولها منزلة في المجتمع. المخطط الذي هم محجوب عبد الدايم أن يكتبه أو أن يضعه للمقال الذي سوف ينشره في المجلة التي كان يعمل بها وتسمى النجمة، كان عملا مؤقتا ألحقه به سالم الإخشيدي، ريثما يجد آخر يدر عليه راتبا أكبر. فغداة اليوم الذي أو في الليلة التي أراد محبوب عبد الدايم أن يخطط لهذا المقال، أتى بورقة وسطرها نصفين من أعلى لأسفل وكتب الحقيقة بعنى الواقع الذي حدث في الحفل وما ينبغي أن يكتب. والقارئ ما إن يقرأ الحقيقة ومقابلها الذي ينبغي أن يكتب حتى يلحظ، ما إن يقرأ هذا حتى يلحظ المفارقة بين الاثنين. ويمكننا أن نبين هذا، يقول الراوي، يقول: وعند ضحى اليوم الثاني كان محجوب يقطع حجرته الصغيرة ذهابا وجيئة مفكرا في المقال الخطير، ماذا يقول، كيف يبدأ، وبما يختم، ثم ركز ذهنه في حصر النقط الهامة، ثم هداه منطقه إلى طريقة لبقة في كشف النقط الخطيرة، فبسط صفحة وشطرها نصفين بخط رأسي وجعل لكل شطر عنوانا، على اليمين الحقيقة، على اليسار ما ينبغي أن يكتب. في رقم واحد تحت الحقيقة: إكرام نيروز كريمة رجل من صنائع الاحتلال. ما ينبغي أن يكتب مقابل هذه النقطة هو: أسرة إكرام نيروز وعراقتها في الوطنية. لنا أن نتصور هي في الواقع الأمر سليلة رجل من صنائع الاحتلال الإنجليزي، لكن الذي سوف يكتب أن أسرتها عريقة في الوطنية. النقطة الثانية: الواقع الفعلي يقول إنها مغرمة بالشبان. ما سوف يكتب إنها زوجة وفية وأم بارة. نمرة ثلاثة: هي تفوقها في الفرنسية وعجزها في العربية، لكن الذي سوف يكتب اغترافها من الثقافتين العربية والفرنسية.
رقم 4 الضريرات، دار الضريرات حانة. لكن سيغير هذا تغييرا جذريا، فيقال إن دار الضريرات ذات مشروعات خيرية. رقم 5 مدعوها على مثالها. طبعا وفي ما ينبغي أن يكتب نفس العبارة مدعوها على مثالها، وشتان ما بين الدلالة الحقيقية للعبارتين. فمدعوها على مثالها في الحقيقة يعني من حيث المجون والدعارة. وفي فيما ينبغي أن يكتب إذا لأن الصفة سوف تنسجم هنا مع ما سبق من أوصاف الله. الرقم 6 والنقطة السادسة والأخيرة في المقال المدعوون يهتمون بكل شيء إلا الضريرات. هذا هو الواقع، لكن الذي سوف يكتب بدلا من هذه النقطة هو أن المدعوين تدفعهم عاطفة الخير وهم يفيضون بالعطاء. ومن الواضح طبعا الازدواجية التي أشرت إليها. في الثلاثية نجد نموذجا أو نجد نموذجين لهذه الازدواجية. أولهما أو أحدهما النموذج المعروف أو السيد أحمد عبد الجواد، وهو الشخصية المعروفة للأغلبية الساحقة من الناس. السيد أحمد عبد الجواد يعد نموذجا لازدواجية السلوك وللمفارقة ما بين الطبع والمزاج والخلق الذي طبع عليه أصلا، ثم ما يتظاهر به أمام أسرته وأمام الناس. هو في البيت رجل صارم، رجل صارم شديد الانضباط، متحل بالأدب وبالأخلاق، ويواظب على الصلاة. وإذا دخل بيته ومن شدة هيبته يسكت المتكلم ويصمت الناطق ويهب الجالس واقفا احتراما وإجلالا وما إلى ذلك. وإن إذا تحدث استمع له الجميع، وإذا أمر تسابق أبناؤه وزوجه إلى طاعته وما إلى ذلك. ثم هو يوم الجمعة يحرص على أن يصحب أولاده ياسين وفهمي وكمال وهو ما يزال صغيرا، يصحبهم جميعا إلى أداء صلاة الجمعة في مسجد الحسين، والتبرك بصاحب المقام وما إلى ذلك مما يبدو على مما هو مسلك الناس الطيب. فإذا ما انتهى من العمل وحل المساء وأغلق وكالته وعاد إلى البيت، خرج لسهرة أخرى مع أصدقائه أو شلته كما يقال في التعبير الدارج. وعند من كنا يدعين في ذلك الوقت باسم العوالم أو المطربات، وتتغير يبدو شخصية السيد أحمد عبد الجواد في هذه الأمسيات أو السهرات شخصا آخر، شخص فهو أكثر تبسطا وأكثر تحللا وأقل حرصا على الاستمساك بقيم الفضيلة والاستقامة وما إلى ذلك مما عرف به في دائرة البيت. وإنما هو شخص آخر، ويجلس في سهرة العوالم مع من يريد أو من يحلو له صداقتها، فيشرب ويستمع إلى النغم والطرب، وقد يدخن الحشيش وما إلى ذلك. ثم تكون له سهرة حمراء بعد انفضاض الجمع من الأصدقاء الذين سهروا معهم، تكون له سهرة حمراء مع من يلذ له
صحبتها من أولئك العوالم. فإذا شخصية أحمد عبد الجواد شخصية ذات وجهين متباينين أو متضادين على النحو الذي بيّنت. في الثلاثية أيضا لعلي أشرت في المحاضرة السابقة إلى عبد الرحيم باشا عيسى، هو أيضا يعد نموذجا لازدواجية السلوك، ويبدو هذا واضحا من النصيحة التي زود بها أحد الواصلين معه، وهو رضوان ياسين الذي بعد أن قدمه صديقه حلم عزت إليه، إذ نصحه بأن يجتهد في دروسه وليس عليه بعد ذلك في أن يسلك ما يشاء، وأن ألا يبالي بأي شيء بعد ذلك. والنصيحة تنطوي على أن يعني تلميح بأن لا يبالي بسلوكه أو بشذوذه أو ما بما يفعله، وكأن المهم هو أن ينجح في الدراسة ويؤدي واجبه من هذا الجانب. أما السلوك الخاص فلا عليه، مع أن له من المعروف أن الإنسان كيان واحد، وأن أنه لا ينبغي أن يتشقق إلى هذا النحو، أو أن يكون ثمة انفصام بين شخصية ملتزمة وأخرى متحررة وغير ملتزمة. عبد الرحيم باشا عيسى في مجلس من مجالسه في فيلته بالحلوان، وكان المجلس يضم رضوان ياسين وحلمي عزت ووكيله اللي هو وكيل للباشا علي مهران. وفي هذا المجلس قدم شاب يدعى عطية جودة يريد أن يلتحق أو أن يتوسط له الباشا في إلحاقه بالإذاعة، لأنه يدعي أن صوته جميل وأنه يمكنه أن يؤدي بعض أن يؤدي يصبح مطربا أو مغنيا بالإذاعة. فأثناء السهرة الذي يعنينا هو الحوار الذي يجري بين عبد الرحيم باشا عيسى ووكيله علي مهران، وهو حوار يعني يخلو من الوقار الذي ينبغي أن يتحلى به الباشا في المجلس، لكن لأن الباشا له جانبان أحدهما ظاهر والآخر خفي، ونحن الآن هذا الوجه الخفي هو الذي يبدو عليه وهو يمثل حقيقته ويبدو عليه في مجالسه الخاصة. فراح يناقش عطية جودة وتوحي بعض عباراته بإيحاءات يعني فيها نوع من الإباحية أو إيحاءات جنسية، فمثلا يقول لهذا الشاب يقول لحنت أخيرا، بقول له ماذا قدمت؟ يقول له لحنت أخيرا أغنية شبكوني وشبكوه وهي من تأليف الأستاذ مهران. فرمق الباشا وكيله وسأله منذ متى تؤلف أغاني؟ فرد عليه قائلا ألم أجاور في الأزهر 7 سنوات غرقت فيها في مفاعيل وفاعلات؟ فرد الباشا وقال وما للأزهر وأغانيك الخليعة شبكوني وشبكوه، من هو يا حضرة المجاور؟ رد عليه علي الحدود غير قائمة بين الباشا ووكيله، المعنى معالي الباشا في ذقن الباشا. فرد عليه بكلمة تعد سبا، وهي قال له يا ابن الهرمة،
وهي لفظة قبيحة لا تليق أن تصدر عن شخص يلتزم بأقل يعني معايير الأدب والفضيلة، فضلا عن أن يكون رجلا من كبار رجال حزب الوفد. والمهم أنه نادى على أن علي مهران وكيل الباشا نادى السفرجي بعد ذلك فسأله الباشا، وهذه النقطة هي المهمة، إذ يقول لماذا تناديه، يقول لوكيله لماذا تنادي السفرجي، فأجاب ليهيئ لنا مجلس الطرب. فقال الرجل وهو ينهض اللي هو عبد الرحيم باشا: انتظر حتى أصلي العشاء. وهذه هي النقطة التي نبهت إلى تأملها، لأنها تستثير في نفوسنا الفارق ما بين الالتزام وما ينبغي أن يكون عليه المرء وهو يتأهب للصلاة وما حدث بالفعل. فالمجلس تدور فيه عبارات لها إيحاءات غير أخلاقية، وتجري فيه السب ببعض الألفاظ والشتائم، ثم يتهيأ المجلس للطرب، فيطلب الباشا الانتظار حتى ينتهي من صلاة العشاء. أي مفارقة تلك بين ما جرى في المجلس قبيل الصلاة وما سوف يتم بعد ذلك من لقاء الله عز وجل. وتستمر المقابلة أو المفارقة بين سلوك الباشا الفعلي وما يظهر به أمام الناس في لقاء آخر صباح اليوم الذي كان فيه يودع أصدقاءه وجلساءه ذاهبا لأداء فريضة الحج. ففي جلسة الوداع هذه لم يخلو المجلس من حوار يمتلئ بالعبارات المتوسطة والمبالغة في مرحها وانطلاقها وتحللها. وهذا ما أعنيه بازدواجية السلوك، الشخصية تظهر أمام المجتمع بوجه، وفي حياتها الخاصة بوجه مناقض. لا نقول إن هذا شيء طبيعي، وإنما الشيء الطبيعي أن الإنسان خصوصياته في حياته الخاصة، لكن أن تصل هذه الخصوصيات أو أن يصل السلوك الخاص إلى النقيض مما هو عليه أمام الناس، فتلك هي الازدواجية التي أعنيها، والتي نراها في عدد من الشخصيات في روايات نجيب محفوظ الواقعية. وبهذا نكون قد أتممنا الحديث عن هذا الموضوع. ننتقل إلى موضوع آخر، وهو التقديم الفني للشخصيات، وأعني تقديم نجيب محفوظ لشخصيات رواياته الواقعية التي اتفقنا على دراستها. وأكرر أنها 7 روايات: هي القاهرة الجديدة، زقاق المدق، خان الخليلي، بداية ونهاية، الثلاثية بحلقاتها 3، بين القصرين، وقصر الشوق، والسكرية. في البدء أشير إلى أننا يمكن أن نقرأ أو نسمع في مجال النقد الأدبي للأعمال الروائية عن الشخصية البسيطة أو الشخصية المعقدة أو المركبة أو الشخصية المحورية أو الشخصية ذات البعد الواحد أو الشخصية النامية. هذه أوصاف تتداول
على ألسنة النقاد وأقلامهم في نقد الأعمال القصصية بعامة والروائية بخاصة، ولكل منها دلالتها. ومثلا حين يقال إن الشخصية بسيطة يقصد بها أنها يعني مفهومة السلوك والفكر، لا تعقيد فيها، تلتزم بعدا واحدا كما وصفها الكاتب. ومثل هذا مثلا ما نجده في شخصية مأمون رضوان وعلي طه، كل منهما له بعد واحد التزم به، لم يحدث أن تغير أو أن تطور إلى شيء مختلف، ولذلك يبدو كل منهما بوقا للاتجاه الذي يمثله. مأمون رضوان يمثل الفكر الديني أو التيار الديني الإسلامي، وعلي طه يمثل الفكر اليساري أو الاشتراكي أو الماركسي، وليس هناك مزيد على ذلك. في محجوب عبد الدايم من بداية الأمر شخصية تبدو نامية، هو لا يرى، لا يؤمن بالمبادئ التي يؤمن بها كل من صديقه وزميليه في الدراسة، مأمون رضوان وعلي طه، لكن هذا يعني عدم الإيمان هذا تطور إلى وانتهى إلى ما آل إليه على نحو ما سنبين بعد قليل. وده يعتبر شخصية نامية، لكن هناك شخصية مركبة أو معقدة، وتلك التي تتجمع فيها الأفكار أو مبادئ قد تكون مختلفة أو متباينة أو حتى متناقضة، لأن لكل منها دوافعه الخاصة التي يظهرها. مثلا الشخصية المركزية أو المحورية شخصية تكاد الشخصيات الأخرى تدور حولها، وهي لذلك هي تلقي بظلها على الشخصيات الأخرى الهامشية أو الثانوية وهكذا. لكن نحن هنا لن نتناول أو لن نركز على مثل هذه الأوصاف، وإنما سنقدم الشخصيات أو أهم الشخصيات أو الشخصيات المحورية في تلك الروايات التي أشرت إليها، من حيث ما ظهرت به أو ما قدمها به نجيب محفوظ، كيف قدم هذه الروايات. وبالطبع لن نحيط بكل الشخصيات، فذلك ما يخرج بنا عن القصد وما لا يمكن الوفاء به. ثم هو فضل عن ذلك لا غناء فيه من الناحية الدراسية، ولذلك أقول إن تناولنا هنا سيقتصر على الشخصيات المحورية أو الأساسية أو المركزية. وقد أشرت منذ قليل إلى شخصيتي علي طه ومأمون رضوان، وقلت إن نجيب محفوظ قدمهما يعني تقديما لا نمو فيه. شخصية علي طه ومأمون رضوان منذ البدء ومنذ أول لقاء للقارئ بهما على صفحات الرواية يشعر باتجاه كل منهما وبميوله الفكرية والمذهبية، تحدد هذا على طول الرواية وإن كان قد اختفى بعد قليل. إذن لا نجد أو ليس هناك شيء يدهش في لقاء أو في ظهور أو عند ظهور كل من هاتين الشخصيتين، لأنه سبق للقارئ أن عرف طبيعة كل منهما والمثل التي يعتنقها
والمبادئ التي يؤمن بها وهو سوف يلتزم بها في كل مرة. إذن لا جديد يتوقعه القارئ في مواقف أخرى، إنما الجديد محجوب في محجوب عبد الدايم. محجوب عبد الدايم هو الذي يمثل الشخصية ذات البعد النامي. فهو في البدء يبدو غير مؤمن بما يؤمن به زميلاه علي طه ومأمون رضوان. إن كانا يؤمنان بمبادئ معينة، مأمون رضوان يؤمن بالإيمان الديني وبأن الله هو الذي يحاسب الناس وهو الذي يجزي الناس على أعمالهم، ولا بد من الالتزام الديني والأخلاق وإقامة الفرائض وما إلى ذلك. وعلي طه يؤمن بالفكر الاشتراكي ويؤمن بالمجتمع بدلا من الجنة وما إلى هذا. فالاثنان يؤمنان بضرورة المبادئ للإنسان في حياته. الاختلاف بينهما هو في المنبع الذي ترتكز عليه تلك المبادئ وتصدر عنها، وعلى نحو ما بين محجوب عبد الدايم يستهين أو لا يؤمن بمبادئ على الإطلاق، إنما الذي يؤمن به هو تمتعه بهذه الحياة و يعني الحصول على المال من أجل إشباع لذائذه. هذا هو المهم، يعني يريد أن يمتع نفسه في هذه الحياة الدنيا بعيدا عن الالتزام بأي مبادئ. ولذلك كان يرد بكلمة عامية مبتذلة في عندما يقال المبادئ، كل شيء يعرض عليه فيما يتعلق بالمبادئ يقول له كلمة تدل على الاستهانة، كلمة طز. ده في الحياة العام، في حياة العامة والحياة الشعبية كلمة تدل الاستهانة بما يعلق به من يتحدث بها عليه. فده كان محجوب عبد الدايم من منذ أن عرفناه في الرواية يستهين بالخلق وبالقيم والمبادئ، ويرى أن كل هذا لا معنى له ولا أثر، إنما المهم هو أن يجد الإنسان ما يشبع به لذائذه وما يمتع به نفسه في هذه الحياة. هذه الشخصية حين دخلت الجامعة إنما يعني لا تبدو هكذا، وإنما هو إنسان قدم من القناطر الخيرية، ابن بيئة فقيرة، أبوه كان عامل في شركة موظف صغير في إحدى الشركات، ثم مرض. وعندما كان محجوب عبد الدايم في السنة النهائية بالجامعة، مرض أبوه وأصيب بالشلل، واضطرت الشركة إلى فصله ولم تمنحه إلا مكافأة ضئيلة، لم يكن هناك ما يعرف بالمعاش في ذلك الوقت، وبخاصة بالنسبة للطبقة البسيطة أو العاملة. ومحجوب أيقن أنه لكي يتم دراسته بالجامعة لابد من الاقتصاد التام في المصروفات، لأن مصروفه تقلص في الشهر من 3 جنيهات إلى 1 جنيه، وعليه إذن أن يترك سكن الجامعة الذي كان يقوم فيه مع زميليه اللذين أشرنا إليهما، وأن يبحث عن غرفة متواضعة فوق أسطح إحدى العمارات القريبة من ميدان الجيزة. وليس ذلك فحسب، بل عليه أن
يربط الحزام على بطنه كما يقولون، فيختصر الوجبات الغذائية التي يقتاتها في اليوم والليلة إلى وجبتين خفيفتين لا يكلفانه الكثير من المال، ثم يطوي بقية يومه وليلته طاويا، أو يقضي بقية يومه وليلته طاويا على الجوع. لذلك اضطر إلى البحث عن عمل، واستعان بسالم الإخشيدي الذي أشرت إليه من قبل، وهو إنسان من القناطر الخيرية أيضا، نفس البلد التي أتى منها محجوب عبد الدايم، وكان في اتحاد الطلاب، واستطاع لما بعد التخرج من الجامعة استطاع أن يتلون مع الحياة حتى حصل على منصب، وأصبح سكرتيرا لقاسم فهمي، أو مدير مكتب لقاسم بيك فهمي، وهو الذي ساعد محمود عبد الدايم حين قصده لمساعدته، طلب منه أن يلتحق، أو أشار عليه بالالتحاق محررا بصحيفة النجمة التي تحدثنا عنها منذ لحظات، وحتى يتهيأ له عمل آخر. وكان محجوب عبد الدايم مشغولا بالعمل، لأنه وجد زميليه قد سلك كل منهما سبيلا. مأمون رضوان رشح لبعثة لدراسة الفلسفة في السربون، وعلي طه رشحه أستاذ الفلسفة الفرنسي بكلية الأداب ليعمل في المكتبة حتى يتسنى له إعداد رسالة الماجستير. أما محبوب عبد الدايم فهو بائس الحظ. وبعدين هنا نجيب محفوظ يقدم لنا مزيدا من الإضاءة لشخصية محبوب عبد الدايم، وفي الوقت نفسه يلقي ضوءا على بعض مظاهر الفساد في المجتمع في ذلك الوقت. فالمحجوب عبد الدايم صاحب صديقه علي طه، وذهب معا إلى مدير المكتبة أو موظف المستخدمين في ذلك الوقت في كلية الأداب، وطلب يعني وساطة علي طه عنده من أجل أن يجد له عملا. هنا نجد الإضافة التي يقدمها نجيب محفوظ تمثل نموا في شخصية محجوب عبد الدايم، وفي الوقت ذاته تلقي ضوءا على بعض مظاهر الفساد في المجتمع. فهذا الموظف المستخدمين يقول لمحجوب عبد الدايم، مسك ايده كده وقال له: اسمع يا ابني، تناسى مؤهلاتك ولا تضيع ثمن طلب لاستخدام المسألة، لا تعدو كلمة واحدة ولا كلمة غيرها. هل لديك شفيع؟ يعني عندك واسطة؟ أأنت قريب أحد ممن بيدهم الأمر؟ أتستطيع أن تطلب يد كريمة أحد من رجال الدولة؟ إن أجبت بنعم فمبارك مقدما، وإن أجبت بكلا فلتولي وجهك وجهة أخرى. خلاص قطعت هينة جهيزة كل خطيب. أمام ضيق فرص العمل، لم يجد محجوب عبد الدايم إلا أن يولي وجهه شطر سالم الإخشيدي ليفتح له أبوابا جديدة. وكان سالم الإخشيدي كما قلت كان قد اتصل بشخصية مهمة يدعى قاسم بيك فهمي، وأصبح مديرا لمكتبه،
وفي الدرجة الخامسة والدرجة الخامسة في ذلك الوقت في أوائل الثلاثينيات كانت يعني كانت حاجة كبيرة جدا من ناحية الوظيفية، ولا سيما أن السلم الوظيفي كان بطيء التحرك، الرقي من درجة إلى درجة يأخذ سنوات وسنوات. طبعا مر بنا أن الإخشيدي عرض عليه مسألة إكرام نيروز وكتابة مقال في مجال النجمة وإلى آخره، لكن بعد هذا في أثناء استعداد أو تهيئ محجوب عبد الدايم لكتابة مقال الثناء المزيف عن إكرام نيروز اتصل به أو أتى إليه سالم الإخشيدي وطلب منه طلبه في مهمة عاجلة، وعرض عليه عرضا جديدا لأنه ده عرض ينقله نقلة مختلفة. العرض هو أن يكتب عقد زواج بفتاة تدعى إحسان شحاتة، وهو يكون هو الزوج الفعلي الزوج الصوري أو الرسمي، لكن الزوجة الفعلية إنسان آخر هو قاسم بيك فهمي. وبالطبع نعرف ما حدث قبل ذلك، وأن المسألة تأخذ هذا الشكل. فيعني معنى ذلك أن محجوب عبد الدايم يصبح إنسانا فاقدا للكرامة أو إنسانا قوادا، هو زوج على الورق، لكن الحياة الزوجية الحقيقية يمارسها شخص آخر من خلف الستار هو قاسم بيك فهم. قال له العرض أنت لن تدفع مليما، وإنما ستجهز لك شقة فاخرة في الزمالك مجهزة بكامل الأثاث والرياش، وتعيش حياة مرفهة. هذا العرض طبعا وقع على محجوب عبد الدايم وقع الصاعقة، لكنه لم يرفضه حقيقة، إنما العرض كان مفاجئ وراح يفكر فيه ودار رأسه رويدا رويدا، ومسألة العرض والشرف والكرامة وما إلى ذلك كلها دارت برأسه، لكن أمام الإغراء وأمام الضعف الذي خلق به والدافع الذي يتحرك بداخله ونزعته، وأمام نزعته إلى حب المال وإشباع رغباته الحسية وكل هذا، ثم النشأة الفقيرة والحاجة كل هذا دفعه إلى قبول العرض في النهاية. طافت برأسه أخيرة شتى معرفة موقف أبويه أو بالذات أبوه إذا عرف الأمر، لا يعني هذا، كل هذا ألقى به جانبا وتعلق بالفرصة وأعلن القبول. وعلى الفور أنه عندما قبل ذلك كانت المكافأة من قبل قاسم بيك فهمي أن عينه مديرا للمكتب على الدرجة الرابعة، سابقا بذلك سالم الإخشيدي الذي كان هو همزة الوصل بين الرجلين، وهو الذي فتح باب الوظيفة أمام محجوب عبد الدايم. وليس غريبا إذن أن يحقد أو أن يحسد سالم الإخشيدي محجوب عبد الدايم على هذا العمل وعلى تلك الوظيفة.
وكان من نتائج ذلك أن صراعا خفيا اشتعل بين الرجلين، محجوب عبد الدايم وسالم الإخشيدي. وعقد سالم الإخشيدي العزم على إفساد حياة النعمة التي يعيشها محجوب عبد الدايم. ومن ثم سرب الخبر إلى والد محجوب عبد الدايم في القناطر الخيرية، وعمل بطريقة أخرى على تسريب خبر زواج قاسم بيك فهمي إلى زوجه أو إلى زوجته. وما كان من الطرفين إلا أن أتيا إلى الشقة التي يعيش فيها محجوب عبد الدايم مع زوجه إحسان شحاتة، الزوجة السورية أو ذات الزواج السوري منه. وكان اللقاء صعبا فيما يتعلق بمحجوب عبد الدايم، لأنه انهار ولم تسعف أعصابه ولا فلسفته، وسقط صريع اليأس والضياع. بالمثل أيضا كان عندما دهمت زوج قاسم بيك فهمي فراشه الملوث أو فراشه الزائف وغير الصحيح، كان ذلك قاسيا عليه تمام القسوة. وانتهت الرواية هذه النهاية. كأن شخصية الذي نريد أن نقوله هنا أن شخصية محجوب عبد الدايم شخصية نامية في ذات الخط الذي بدت عليه منذ البداية، وهو طالب بكلية الآداب، طالب يستدبر الكلام عن المبادئ والقيم وما إلى ذلك، ويراه شيئا لا يقدم خبزا ولا يصلح لهذه الحياة على نحو ما بينت. ثم تنتهي النهاية، يتصاعد الأمر حتى نصل إلى الضياع. الشخصية الأخرى في القاهرة الجديدة التي نتوقف عندها هي قرين محجوب عبد الدايم، شخصية إحسان شحاتة، فهي الشخصية التي قاسمته حياة السعادة الزائفة أو الزوجية السورية. والواقع أن إحسان شحاتة كانت تعرف محجوب عبد الدايم سلفا عندما كان طالبا بكلية الآداب، ويسكن في مع رفيقيه في سكن الجامعة، وكان في سكن الجامعة يقابله على الرصيف من الناحية الأخرى محل صغير لبيع السجائر والحلويات أو الشوكولاتات وما إلى ذلك، وهو يمتلكه والد إحسان شحاتة. إحسان شحاتة ذات نشأة فقيرة مثل محبوب عبد الدايم، وفضلا عن ذلك لم يكن أبواها ملتزمين بالأخلاق، بل إن والدها بصفة خاصة كان رجلا داعرا، وكان يعني يكتسب بجماله في سوق النساء، له علاقات غرامية وما إلى هذا، ولا يؤمن لا بالأخلاق، ويتطلع أيضا إلى المال، ويرى أن أنه إذا كان قد ضيق عليه في الرزق، قطر عليه أنه أمواله ضاعت وكذا، فإن البركة في إحسان، فهو يعزي نفسه قائلا: ضاعت حياتي حقا لكن البركة في إحسان. فوجدت فيه الفتاة كما وجدت في أمها عونا للشيطان والسقوط، ولكنها لم تسارع إلى السقوط. في بداية الأمر إحسان شحاتة تعلقت بعلي طه، يعني علاقة حب وتتطلع إلى الزواج منه، وحين عرف أبوها ذلك راح يبكتها،
يقول لها إن الشاب فقير حتى السجائر لا يدخنها. وقال لابنته اللي هي الإحسان شحاتة ذات مرة ساخرا: مبارك عليك الشاب الجميل الذي بعثه الله ليجوعنا. إذن هناك عوامل بيئية حول إحسان شحاتة ترشحها لحياة السقوط أو تضغط عليها لحياة السقوط، حياة الفقر والبحث من جانب أبيها على ما يشبع نهمه إلى المال ويعوضه عما فقط، والأم لم تكن بأكثر أو بأقل حرصا منه على ذلك. وإحسان شحاتة هي من الناحية الجمالية ذات مستوى جمالي عال، ثم أتاح لها أبوها أن يجعلها تقف في هذا المحل أو الكشك على رصيف الشارع، وهي بهذا عرضة للمارين أو للعابرين أن يتوقفوا، وبعض ذوي النفوس المريضة قد يناوشها وقد يتحدث معها ببعض كلمات الغزل الرقيقة التي تحرك مشاعرها وما إلى ذلك. إذن هناك ظروف اجتمعت حول أو اجتمعت لتضغط على إحسان شحاتة. فإذا أضفنا إلى ذلك العلاقة التي نمت بين قاسم بيك فهمي والأسرة، وإغداق قاسم بيك فهمي على الأسرة بالعطايا وبالهدايا حتى وقع ما وقع، نجد أن هذه الشخصية شخصية مهيئة للسقوط ومضت في نفس الطريق. هي إذن شخصية نمت، لأنه ليس هناك أصلا يعني قيود من جانب الأسرة ولا انضباط ولا محاولة للرقابة، بل بالعكس كان هناك حرص من والدها على أن تكون هي مصدر الخير والمال للأسرة، وهو نفسه لم يكن ملتزما لا بالأخلاق ولا بالفضيلة. قيض لها من يوقعها في الشراك، وقيض لها بعد ذلك من يقبل على نفسه أن يكون فاقدا للشرف وللعرض وللكرامة. وهذه هي الأسباب التي أدت إلى سقوط إحسان شحاتة. وقد صارح كل منهما صاحبه في جلسة من الجلسات بين إحسان شحاتة ومحجوبة عبد الدايم، راح يعاتبها: لماذا فعلت ما فعلت؟ وبعد الاستقرار بهما في شقة الزمالك فاحمر وجهها وقالت بحدة: ولماذا قبل؟ فقال بسرعة وبلهجة لينة توحي بالاعتذار: أنا لا أحاسبك، ولكني أريد أن أفهم لما؟ وأغلق فمه مرغما وقد تورد وجهه، ثم استدرك قائلا: علي طه، علي طه. وقطعته بسرعة وبنفس اللهجة الحادة الغاضبة لا محل لذكر، فسألها بصوت خافت: وقاسم بيك؟ فقالت له بحدة: حملني على معرفته ما حملك على قبول هذا الزواج. وبهذا كاشف كل منهما الآخر برغبته في المال وحرصه على المتعة، وذلك كان كفيلا بسقوط كل منهما فيما سقط إليه. وبهذا تنتهي هذه المحاضرة، ونلتقي مع شخصية أخرى في المحاضرة القادمة. وشكرا والسلام.